قناتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. بالنسبه للناس اللي ضاموا القناه ديالي مرحبا بكم. اليوم نقدم معكم واحد الكيك اللي رائع اللي يمكن تقدموه للضيوف ديالكم، سهل وبسيط جدا. كنحتاجوا كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب وكاس ديال السنيده، كنحتاجوا فانيليا وكنحتاجوا خماره وكنحتاجوا قبيصه ديال الملح، جوج بيضات، معلقه ديال الكاكاو، وعندنا الدقيق على حساب الخليط. غندوزو دابا الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غنهرسو جوج بيضات، نضيف فانيليا، غادي نضيف خمارة، نضيف واحد نص معلقة ونكتفي بهذا القدر باش ما يجيش لينا ثقيل بزاف. هذا هو القوام الخصال الصغير. كذلك الخليط الثاني غندير نفس العملية، نضيف تقريبا واحد 3 المعالق ديال الدقيق، نضيف واحد نص معلقة، شوف هذا هو القوام اللي خصنا نحصلو عليه. بعد ما خديت المول ديالي دهنتو بالزبدة وشوية ديال الدقيق،
دابا غنبقى نضيف كميه بكميه. اول حاجه غنبدا باللون الاسود، هكايا. دابا نضيف الابيض، نضيف الاسود، مسالي الطبقة فوق طبقة. دابا كناخد واحد الشوكة فحال هكايا وكنبقى نزوقو، كنبقى نعطيها شكل. دابا غادي يجي الفران سخنتو 180 درجة، غندخلها الفرن وغنقص عليها حتى طيب. قلبت على القاع التحتاني، دابا غندوز في طريقه الزين. دابا خديت الشكلاط البيض وندير معاه واحد المعلقه ديال الزيت وغندوبو. دابا غنوزع الشكلاط على الكيك، نبدا بما ساليت من الفريز. دابا غندير حبيبات صغار ديال الشكلاط البيض،
الثلاجه تبرد، من بعد ما تبرد غنرجع باش نقطع معكم. قالت ما بدات لنا الكيك ديالنا، غندوز باش نقطعو. مقطعتهاش مزيان، كما كتشوفوا كتجي بحال هكا من الداخل. كنتمنى الى عجبتكم الكيك، ما تنساوش تدعموني باللايك والتعليق وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد، وتشاركوها مع احبابكم وصحابكم.